السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة بيتي أولادي كل حياتي. النهاردة هجايلكم فيديو جديد، فيديو مشتريات. أول حاجة هوريها لكم جايباها معايا الطاسة التيفال دي، بصراحة عجبتني، كنت محتاجاها في المطبخ. دي نوعها تروفال، دي كانت عاملة 170 جنيه، ومعاها المعلقة دي هدية. أنا كان عندي واحدة الأول بس كانت نوعها مش كويس وصدت من جوه، فدي اول ما شفت دي بصراحه عجبتني وسعرها كان مناسب. وجبت الكاتل دوت، كاتل ازاز. ده كان اسمه جراند الكترونيك. ده كان عامل 240 جنيه. بصراحه عجبني الكاتل دوت والنظام الليد من تحت اللي هو اللي بينور، بس ليه يعني لما تيجي بتشغليه بتبقى حريصه عليه قوي، لان تخافي تيجي عليه اي نقطه ميه وهو شغال وفيه سخونه. ويا ريت اللي يفكر يجيب حاجه زي كده لما يجي يشغلها يجي يقفل الكهرباء ويفصل السلكه بعيد عن الكهرباء. وجبت المجات دي، جبت 3 مجات دي، الواحد عامل 30 جنيه، برضك عجبوني. حاولت انسق الالوان ببعض، دي جايباها عشان كورنر الشاي، هصوره معاكم وهوريه لكم قريب. وجبت مساكه المعالي الخشب دي، دي كانت عامله 20 جنيه، برضك محتاجاها في المطبخ فجبتها. وجبت المساكه دي، برضك كانت عامله 15 جنيه، برضك جميله، عندي واحده بس محتاجه واحده تانية. وجبت طقم السكاكين دوت كان عامل برضك 15 جنيه. وجبت مساكة الحلويات دي عامله 20 جنيه برضك، بس نوعها نضيف او ماسكه نفسها. وجبت الرول بتاع الحلويات، قطيع الحلويات، برضك كان عامل 20 جنيه. بصراحة المحل ده بصراحة أسعاره بجد أسعاره جميلة وأسعاره رخيصة. هسيب لكم اسم المحل، في صندوق الوصف، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وشير واعملوا سبسكرايب، ويا ريت ما تنسونيش تفعلوا الجرس، وما تنسونيش في اللايك. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.